صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. عيد المرأة العالمي ب 8 اذار، ما لازم ننسى دور الامرأة المهم جدا، دور الام والزوجة والابنة والبنت والاخت، وايضا دور المرأة بالسياسة وبالمجتمع. ولكن قبل ما نحكي عن دورها لازم نحكي ايضا عن حقوقها ووضعها اليوم بالعالم العربي وبالعالم الأجمع. اليوم حنتلق من كتاب رائع جدا أصدرته الكاتبة الجزائرية الفرنسية أمال الأطرسي، لوف مسلمان، بتخبرنا كيف بتقول هي بالكتاب، كيف من يمكن بتسمي حالها كلبة صارت ذئبة، لأنه اليوم رح نكتشف معها ومع ضيوفي المميزين كيف الامرأة عندها حقوق مثل كل إنسان بيخلق. اليوم الإنسان بيخلق حر وعنده حقوق، ولكن لازم يعرف كمان يطلب حقوقه ويعيش بكرامته. رح نتعرف هلأ على الكاتبة أمال الأطرسي وضيوفي اللي موجودين بالستوديو. بحب رحب بيت استوديوهات الام تي في، واكيد رح يكون عندنا كمان لقاء اليوم عبر سكايب مع الكاتبه الفرنسيه الجزائريه امال الاطرسي. ولكن بحب رحب باستوديوهات الام تي في بالدكتوره لميا شحيدي، اهلا وسهلا فيك. شكرا. بعرف انه اليوم وجودك معنا مهم جدا لانك كنت استاذه جامعيه بالجامعه الامريكيه ببيروت، ورئيسه قسم الحضارات ايضا بالايوبي، واكتيفيست، يعني اشتغلت كثير ايضا للمراه، وكتبت كتابين باللغه الانجليزيه عن المراه اللي بتخبرينا عنهم هلا يعني بمسير المقابله. اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيكي. وبحب ايضا رحب باستديوهات الام تي في بالشيخ محمد نكري، اهلا وسهلا فيك. حضرتك ايضا قاضي واستاذ جامعي بالجامعه اليسوعيه ببيروت ايضا كليه الحقوق. اهلا وسهلا فيكم. انا رح اشوف اي ساعه رح نقدر ننتقل لامال الاطرسي من عبر سكايب، ولكن قبل خلينا نحكي وحابدا معك شيخ. اليوم امال الاطرسي اللي رح نحكي معها ايضا لوف مسلمان، حضرتك قريته ايضا، ونشوف قد ايه وضع امال ووضع امها ووضع اخواتها ووضعها وضع غير مقبول، ولا اجتماعيا حتى، اولا انسانيا ولا اجتماعيا أبداً. ولا دينيا. ولا دينيا، وهذا اللي رح تلفت لنظر. بلكي نقدر كمان نقول بونجور لأمال عبر سكايب، عم بيقولوا لي انه حاضره. أمال بونجور. ليكون صارت حاضره معنا، يوم نشوف أمال الأطرسي عم بتخبر لوف بلوف مسلمان عن قصتها، قصة والدتها اللي جوزوها غصبا عنها بعمر كتير صغير، واللي شافت انه والدها عم بيعنفها وبتسميه شكري كل الوقت، يعني حتى صحيح. كلمة بابا ما بتستمل، بيعنف الأم اللي موجودة بس تجيب ولاد، وكل ما تجيب بنت بيعنفها زيادة، وبيعتبر انه البنات رير يعني ما عندهم حق الحياة. اليوم شيخ نكري، قد ايه هيدي القصه اللي رح تخبرنا عنها اكثر امال هي قريبه عن ما يقر الدين الاسلامي بالقران الكريم؟ اول نقطه انا استرعت انتباهي هو العنوان، لما تقول لوف مسلمان، يعني انا قريت الكتاب طبعا من اوله لاخره، الكتاب كثير مهم. نعم. وكثير مشوق، يلي بده يقرا من الاول ما بيقدر يكمل يومه الا ما يكون انهى كلياته. نعم. هلا بالنسبه للتيتر، من خلال قراءتي للقصه ما شفت انه الاسلام موضع التساؤل. نعم. لان ما شفت حياه اسلاميه اصلا. نعم. لا بحياه ابوها، لا بحياه امها، لا بحياه عائله امها،
ولا بحياتها الشخصية. نعم. يعني ما في أي علاقة بين الإسلام كتربية وكتعاليم، وهي بتقولها بعدين ما في شك، هي بتسميه الإسلام ديزيلتخي، وهي كتير رائعة، هذه كتير حلوة، هلأ بدنا نسألها عنها أيضا. صحيح. وهي أنا كنت ناطرها من أول ما ابتديت بالكتاب. نعم. كتبت رومارك وكتبت فيها أنه في فرق كبير بين التعاليم الإسلامية. نعم. والمبادئ الإسلامية وما عشته عن بالواقع، اللي هي العادات والتقاليد. هاي أنا بعتبر دائما أن العادات والتقاليد في بلد ما هي أقوى بكثير من التعاليم الدينية. نعم. يعني الواحد بيستغني عن تعاليم دينه بس عشان يرضي التقاليد ذات العيلة. عم بيقولوا لنا أنه حاضرة معنا أمال، ولكن بحب أنتقل للدكتورة لميا. حضرتك كتبت كتابين باللغة الإنجليزية وعن الإمرأة، ومنهم عن الإمرأة المسلمة أيضا. يعني إذا بتخبرينا سريعا عن مقالاتك اللي كانوا عم بيحكوا عن وضع المرأة، وبحب كمان تحكي لنا عن الكتابين اللي أصدرتيهم باللغة الإنجليزية بأمريكا، لأنه اليوم وضع الإمرأة يعني المسلمة اليوم وضعها تقريبا هو ذاته، إن كان بالعالم العربي أو حتى بأوروبا مثل ما عم نشوف مع أمال الأطرسي، ومثل أيضا ما عم نشوف بأمريكا في قصص كتير واقعيين مثل قصة أمال. هو أول كتاب كتبته مع زملاء لإلي هو المرأة في الحرب اللبنانية. نعم. وكنت رايدي فرجي، وبعتقد قدرت برهن هالشيء انه الحرب اللبنانية حررتها للمرأة. نعم. اكيد الحرب العالمية عذبتها، اللبنانية عذبتها للمرأة بكتير اشياء. نعم. ولكن حررتها كليا. نعم. فطلعت من المخبأ تبعها، طلعت لبرا للساحة تشارك الرجل. نعم. إن كان اجتماعياً أو اقتصادياً. نعم. نعم. أو حتى عسكرياً. نعم. في منهم حملوا البارود يعني. نعم. نعم. ولكن نعم. حررتها مزبوط، ولكن ما وصلتها على حقوقها. لا ما وصلتها على حقوقها. نعم. لا لا أكيد. نعم. بس دجا يعني كتب ليش إنه واحد يحقق حاله ويحرر حاله، هيدي تبليشه. أيوه. هيدي الطريق اللي بتوديك على طريق بخروجة. نعم. من نعم. المخبأ لبرا للساحة. نعم. الاقتصادية برهنت إنها هي بتقدر. نعم. فصار أهون على المناضلات والمناضلين. نعم. إنهم أولا يغيروا القانون اللبناني أو ينزهوا القانون اللبناني من كل التمييز ضد المرأة. نعم. الكتاب الثاني هو عن المرأة كما تظهر يعني في الخطاب الأصولي الإسلامي. نعم. وبهذا أخذت الأيديولوجز يلي من عند الشيعة وعند السنة. نعم. يعني بلشت بحسن البنا. نعم. وبعدين سيد قطب. نعم. والغنوشي هلأ هو رجل الساعة بتونس. صح. صح. حسن الترابي، بعدين الخميني. نعم. والسيد فضل الله. نعم. وأخذت امرأة وحدة ما قدرت لاقي غيرها. يعني هم نشوف قد نسبة النساء. نعم. قليلة نسبة على الرجال، وريد تشوف انه في فرق بيناتهم. اولا يلي عجبني، مين قال المرأة اللي اخذتيها كمثال؟ ما اخذت. نعم. انا درست كل ايديولوج يعني. نعم. نعم. منظر، لا ايديولوج مش منظر، يعني المفكر. نعم. وشو رأيه بالمرأة؟ نعم. بالمرأة ككل. نعم. وشو لقيتي يعني اليوم ما عليه
بنشوف هالامرأة، بدي أخبر شوي قصتها لأمال، اللي خيها معروف كتير اللي هو مصطفى الأطرسي، يعني public figure بفرنسا، مذيع على التلفزيون الفرنسية، وكمان معروف أنه بيعمل one man show بيضحك العالم. ولكن مرة سألوه أنه ما بتحكي عن أصلك الجزائري وعن عائلتك، بيقوم بيقول أنا ما رح أحكي إلا ما يجي حدا يكتب كتاب. وهيك أخته أمال الأطرسي كتبت هالكتاب اللي اسمه لوف ميجلمان. منشوف في قدي في رفض لوجود الامرأة أيضا، هلا عم نشوف كمان الكفر تبع الكتاب على الهواء، منشوف قدي في رفض حتى لوجود الامرأة بهالمجتمع. بيجيب ثلاث بنات، بعدين بتجيب له صبي، بس وقت تجيب له صبي بيجيب له ورد، اذا لا بيضربها لمرته، وبيكبروا هالبنات بالذل انه هن بنات. شيخ نهكري، اليوم بالدين الاسلامي الامراه، انا مثل ما بعرف بالقران الكريم، هي تتكرم خاصه ان ام واخت وابنها، يعني اليوم قديه هيدا اللي بيا لأمال، اللي بنرجع منقول ما رح نقول بي، رح نقول شكري، لأنه منه بي، منه متأهل أنه يكون ولد، قديه في نسبة منه موجود بالمجتمعات يمكن المتطرفة أو المغلقة، لأنه اليوم نعرف أنه هيدا الشيء ما بيشبه أبدا اللي عم بيعلموه الدين الإسلامي. أنا بقول أنه أول مثال المرأة في القرآن الكريم هو ستنا مريم. نعم. ستنا مريم يلي فيها سورة من القرآن الكريم ذكرتها. نعم. ومكانتها هي أفضل نساء العالمين على الإطلاق. نعم. فسورة المرأة هي فعلا تجسدها ستنا مريم بكل الآلام وبكل وبشخصيتها الرائعة يلي أنا بسميها أمنا بالإنسانية وأمنا بالحنين، لأن أمنا البشرية هي حواء، بس أمنا بالحنين وأمنا بالمحبة هي ستنا مريم. أنا بتعجب كتير أنه من 1433 سنة أو 34 سنة آيات قرآنية كتيرة وأحاديث كتير كانت عم بتنبه الناس وتقولهم قديش هي مكانة المرأة عالية جداً. أنا حأذكر هون شغلتين أو ثلاثة. أي قرآنية بتقول وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني هاي التقاليد عند العرب كانت لما الواحد يبشروه ببنت، ولادة بنت، كان يصير وجهه أسود، ما في شك، منه عارف وين شو بده يعمل فيه، كأنه عار. يعني في عار كان يستحي شكري يقول أنه أجته بنت من فرنسا، كيف بده يقول لعائلته بالجزائر يستحي ويعمل، بس وقتها أجي صبي بعدين عمل فرحة وكأنه احتفال. يعني كان مظاهرة أنه جيب صبي. دكتورة شحادة، اليوم نسبة النساء اللي ما عندهم حقوقهم وعدا هيك المعنفات بكل معنى الكلمة اليوم أكبر بالمجتمع الإسلامي أو المسيحي أو بأي رأي دين أو حسب طبقات أيضا، طبقة يعني الاجتماعية. صدق التعنيف هو موجود بكل أنحاء العالم، ما في شك، وكل الطبقات. نعم. المتعلم والجاهل والمتدين والغير متدين موجود. نعم. يعني لسوء الحظ. نعم. هاي بترجع بنظري لنظرة هالشخص يلي عم بيعنف. نعم. للمرأة، فلسه مع انه الحركة التحررية للمرأة بلشت بالستينات من القرن الماضي. نعم. بعدنا لليوم ما شفنا انه المرأة وصلت مظبوط. هلا تحسنت كثير وضع بالغرب. نعم. ولكن حتى بالغرب هالتعنيف موجود. نعم. وبعدها
تضرب تغتصب أكيد. يعني حتى بتحكي أمال يعني بكتابها أنه إما ما بحياتها يعني كان في حب، علاقة حب بينها وبين جوزها، على طول كان في اغتصاب بقلب البيت. كانوا هن يعني عم بيعيشوه لأنه كتار ببيت صغير، كيف كان يعني يشرب كتير، هو كان الكوليك يعني يحب الكحول ويجي يسرب ويضربها ويغتصبها قدام بناته ويضرب بناته هيك نون بارلون با، وحتى أنه بناته كمان عيشوا زيت الأمور عن أمهم، يعني وتجربوا يهربوا من المجتمع اللي عايشين فيه، نزلوا على يعني ناموا بالطرقات واغتصبوا أيضا. يعني اليوم شيخ نكري قدي الأم هي حافظت، أم جربت قد ما فيها بمحبتها تحافظ على بناتها، بس لأنه يعني ويلا ما قدرت طلعت من زوجها. اليوم قدي دور الأم بتربية هالبنات لو كانت هي عم تتعنف مش قادرة تطلع من هالسات الفيسيو، قد مهم اليوم تكون واعية وتعطي ثقة لبناتها. طبعا هي مسألة الضرب هاي مسألة مفروغ منها، انه دينيا في اذا تتبعنا سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حنلاقي انه كل الرواة الحديث يجمعوا انه لم يمد يده قط على أحد من نسائه مطلقا، إلى جانب أنه مكانة المرأة مكانة رائعة جدا، لدرجة أنه لما ولدت بنته فاطمة إجوا الصحابة كانوا واقفين على الباب ما قادرين يفوتوا لعنده، خايفين يبشروه أنه ولدت بنت لإله، فقال لهم ما بالكم إنها ريحانة أشمها ورزقها على الله، يعني سمى بنته فاطمة سميها بريحانة، يعني ما أجمل هالتعبير. حلو. يعني قديش عطاهم درس أنه المرأة إلها مكانتها. أنا أروي حاسي كمان صارت مع أحد الصحابي، دخل على النبي ودخل عليه ابنه، أمسك ابنه وحطه بيسه وحطه على حضنه، إجت فاتت بنته إجا أخذها وحطها على جنبه، اطلع فيه النبي وقال له ما عدلت بينهما. إضافة إلى أنه يقول الفقهاء ويقول النبي أنه إذا الواحد أعطى هدية لابنه لازم يعطي بنته نفس الشيء، ويبتدأ بالبنت قبل الصبي، يبتدأ فيها قبل ما يعطي الصبي. طيب اللي عم تحكي لنا عنه شيخ نكري رائع جدا، شو بيفسر أنه يكون فيه يعني بيات مثل شكري وغيرهم كتار ما يتقبلوا احترام الامرأة من وقت ما بيخلق لهم بنت بيعذبوها وبيعذبوا أمهم قدامها بيعملون؟ هي بتقولها أمال بكتابها، كتابها رائع وقاسي وعامل هلأ ريفوليسيون بفرنسا وبالجزائر. أمال الأطرس نحن أصلا لو مش من هالمشكلة التقنية كنا عم نحكي معها، بس حكيتها أنا امبارحة مطولا أنه قدي حبت توصل أنه بالقرن 21 هلأ بهيدا العصر وبفرنسا اتعاملت وكأنها هي بتقولها، وأنا رح أقول كلمة يمكن يعني كلبة ومن هيك صارت ذئبة وكتبت الكتاب. تعال شو بيفسر وجود هيك رجال؟ هيدا أنا بقول أولا في شغلتين، هي العادات والتقاليد، والشيء الثاني يعني أكثر الناس اللي الكوليك من لقيهم بيتصرفوا هيك في أنا متابع دائما الأحداث بحكم إنه المدمن للكحول أو المدمن لأي تصرفه ما بيعود طبيعي. في أحدهم من حوالي سنتين كان سكر على بنته بالخزانة لمدة 12 سنة، كانوا يعطوها الطعام، أو الفرنسوية يعطوها الطعام عن طريق الخزانة يعطوها ويتركوها لحتى مسكون آخر شيء الشرطة وعرفوا. حوادث مثل هاي يعني الأهل بيكونوا مش متعلمين، بكونوا الكوليك
أو تكون حاكمتهم العادات والتقاليد مثل ما هو بكثير من الدول العربية. ما بيهتموا بالتعاليم الدينية، ما بيقروا القرآن أصلاً لحتى يعرفوا قديش مكانتها عظيمة. ما في شك. وبعدين يعني مثل ما أسمتهم أعمال الأطرسي الإسلام ديزيلتري، يعني هيدا المسلم اللي غير مثقف ومش عم بيتابع دينه. صحيح. يعني مثل ما بنشوفه متطرفين أي غير حتى دين، يعني عن يوم عم نحكي عن هالقصة لأنه أمال عم تحكي بس، ولكن هذا تطبق إلى أي رجل منه مثقف متطرف مدمن إن كان شو ما كان دينه، رح يكون تصرفه غير إنساني تجاه المرأة اللي هي مرته أو بنت أو بكون مريض مثل اللي صار ببلجيكا وكلنا عارفين. نعم، اللي كم سنة يغتصب بنته يجيب منها أولاد مدري قد إيه. والأم عارفة كده، الأم عارفة هون، الأم عارفة يوم شو دور الأم اللي عم تتعنف وتغتصب، واللي يمكن بتعرف إنه ولاد بناتها كمان عم بيتعنفوا بس ما بتقدر تعمل شيء. هل الامرأة مزبوط ما فيها تعمل شيء أو هي بتفضل ما تعمل شيء؟ هي بتفضل ما تعمل أكيد شيء. لأنه كلنا فينا نعمل وهي شيء، وهي بتبقى مقتنعة إنه هي لازم لها ضرب حق عليها، بتضل حس إحساس الكبابيليتي، تتصرف ما كان ضربها زوجها. فهالمرأة المعنفة عندها عقدة، وكنتيجة بتعامل ولادها نفس الشيء لأنها بتفتكر أنه هي غلط، فبتريد أنه تطلع ولادها أحسن منها. أحسن منها. نعم. فمن شان هيك يعني بهالنضالات اللي عم تكون لتحرير المرأة أو لإعطائها كل حقوقها، أنه نعلمها إلا أنه ما في شيء غلط فيها. يعني في حادثة وأكثر من وحدة، يعني يجي الرجل تكون نايمة، فهي ما لحقت لا طلعت فيه غلط ولا حكيت كلمة غلط أو ما حكيتها، يفيقها ويضربها. نعم. وتبقى منشوف ما في شك، منشوف العنف عند الرجال أقوى من عند النساء. يعني منلاقي أنه يوم في قصص عنف ضد المرأة بنسبة كتير عالية، وكتير قليلة النسوان اللي هن بيعنفوا، مش دول رجالهم ولكن أولادهم كمان. يعني ليه منحس أنه نسبة هالعنف عند الرجال كتير أكتر من عند المرأة؟ يعني بتلاقي أنت اليوم بالمجتمع التربية هي اللي بتودي إلى هالشيء أنه الرجال أنت القوي وأنت المسؤول وأنت. أولاً التربية، وثانياً ما فينا ننكر يعني هلأ المرأة وصلت لأعلى المراكز، ما في شك. بس ما في شك أنه الرجل جسدياً أقوى منها. نعم. إلا إذا هي عملت تمارين خاصة ورادت أنها تقوي حالها جسدياً. نعم. بس إذا ما عملت هيك هو أقوى منها جسدياً، فالمفروض يعني هي أنه هو يضربها أكثر ما هي تضربه. ما في شك. هو بهالطريقة أصلاً ما بيكون، أنا ما بعرف إذا بتوافقوني الرأي، الرجال اللي بيضرب بيكون الرجال ضعيف، ما بيكون رجال أكيد. أكيد. يعني هو الرجال الأول اللي بيحترم المرأة. أرجح إنه هو برا بشغله ضعيف. ضعيف. بيجي يعني بيستقوي بالبيت، بيوصل على البيت وبفرش خلقه فيها. نعم. كمان أمال الأطرسي، وأنا بكره بعمل معها حلقة عن كتابها لأنه بيستحق، أيضا بتقول بالآخر الكتاب أنه أنا ما بعمل كتاب تفرجي أنه بالآخر كل شيء بيصير منيح، بالعكس هي فرجت كيف لآخر تكة إمها بقيت مع جوزها بعد خربتها على رجعت على فرنسا وبعدين تركته، يعني من بعد سنين وسنوات وكذا. وبتقول هي انه كيف حبت تتزوج بعمر 19 سنة مع انسان ما بتحبه ولكن كتير منيح وناعم وتجيب منه ولاد وبتهدي هالكتاب لولادها. اليوم هيك سؤالي الاخير، قديه في امل لهالجيل الجديد اللي عم بيعيش بهالمجتمع انه يحترم المرأة بهالمجتمع الجديد، يحترم تحترم ويكون عندها مكانتها اكثر يمكن من الاجيال السابقه؟ في امل او بدها كثير؟ اكيد بعد. اكيد انا يعني من خلال ملاحظاتي بالجامعه انا باكد لكم انه يعني بدرس بجامعه الجامعه اليسوعيه بدبي. نعم. الجامعه اليسوعيه. نعم. ببيروت.
نسبة 80% من النجاح المتفوق هن البنات. نعم. يعني عندهم هن طاقات يعني متفوقة. أولا الذكاء، ذكاء ما في شك. يمكن من هيك الرجال معقد من المرأة. أكيد الذكاء. نعم. وبعدين هالسلاسة. نعم. وهالجرأة. نعم. وما بقى المرأة مثل الأول بتخاف وبتتخاف، لا صارت متعلمة وبتحكي. نعم. وهيدا المطالب. نعم. لازم نطالب فيه إنه المرأة تكون عندها الجرأة والطالب. صح. وتحكي. صح. يعني أنا بدي هون بس شيء نقطة صغيرة أنا عجبتني كتير بالكتاب. نعم. لما قالت هي لأختها حكيمي. نعم. قالت لها هي ورايحة على التواليت. نعم. قالت لها انتبهي هون مصطفى خيها حط إيده، انتبهوا ما تحطوا إيدكم هون وهون، يعني كل الأماكن اللي حط إيده فيها مصطفى مقدسة. نعم. ما بقى حقولهم هن يمسكوها. يعني ليك قدي عن جد عيشوا بزل، أنا بقول ما عيشوا طبقة إنسانية، طبقة حيوانية من وراء هالحمة هيدي الوهرة الأبوية يعني. والأم لأن. نعم. هاي هون تصرف الأم. نعم. كل شيء. نعم. من الابن مقدس. صح. وبكتش البنت ما هذا كمان دور الأم كتير من بهالشي. أصلا حلقتنا ما بتنتهي هون، أنا حلقت سبت جي كمان عن حقوق المرأة ولكن أكتر بالمجتمع اللبناني. دكتورة شحيدة ميرسي لوجود يعطيك معنا ويعطيك العافية بكل هالمسيرة لحقوق المرأة، وإن شاء الله نقدر نوصل لحقوقنا على ورقة وقلم لأنه منستاهل. الشيخ نقري الله يكثر من أمثالك وإن شاء الله يعني الرجال مثلك المنفتحين هن نحن اللي عايزينهم بيدعمونا. ميرسي لك. مشاهدينا الكرام أنا بقول لكم بون ويك أند وبشوفكم نهار الثلاثاء بكتاب.